المفروض انا شايفها عن طريق ايه في عيني؟ عن طريق الريشنال
فالدايره دي مقابلها الدايره اللي احسن منها. يعني الدايره دي المفروض انها وقعت بعينيا على دايره الدايره. صح يا جماعه كده؟ الدايره بتاعها كده قلنا على ناحيه كده بيبقى موجود الاوبتيك ليفت، والاوبتيك ليفت بيبقى طالع منه النراط فكر كده. تمام؟ في السنتر تقريبا بيبقى فيه نص الفوبيا. ده منظر صور الريتنا اللي قلنا مع بعض ان انا بشوف دايما كل صور الريتنا مدوره كده، لان انا ببصلها من خلال الشباك المدور اللي هو لو جينا نطابق ونقول دايرة الفيجوال دي وقعت على دايرة الريترا، أكيد واضح إن نقطة البوينت أوف ستيشن تقابل نقطة الفوبيا، يبقى الفوبيا دي مسؤولة عن السنتر ديستريكت. الفيجوال فيلد بقى كله مسؤولية بقية أجزاء الريترا. تمام؟ مطلوب مننا بقى نفهم إيه؟ أول حاجة علاقة الريترا بالفيجوال فيلد علاقة بالعين. إزاي؟ أنا عندي العين دي. صح يا جماعة كده؟ الراجل ده باصص قدام كده على طول على النقطة دي، يبقى النقطة دي هي بالنسبة له إيه؟ البوينت أوف فيكسيشن أو السنترال فيكسيشن، وقع طريقها هنا على إيه؟ على الفوق. طب الأوبجيكت اللي موجود فوق هنا ده الفيجوال فيلد. لما طولت الأوبجيكت ده تدخل جوه عينه، تقع على أنهي جزء في الريفرنس؟ على الريفرنس اللي تحت. يبقى الفيجوال فيلد اللي فوق صوته داخله على الريتنا اللي تحت. سوبيريور فيجوال فيلد يقع على الانتيريور ريتنا. وقابل الانتيريور فيجوال فيلد يدخل على السوبيريور ريتنا. ولو جيت انا بص انا بعين اليمين دي باصص على قدام كده على طول. الفيجوال فيلد اللي الناحيه دي اسمه تمبرال. لو قلنا في العين بنقول ميدال وتمبرال مش ميدال ولا اخر. عين اليمين دي الاوبجكت اللي موجود الناحيه دي انا بسميه تمبورال فيجوال فيلد. لو صورته جت تدخل عيني كده هتدخل على الميتال ريتنا، والاوبجكت اللي موجود في الميتال فيجوال فيلد صورته هتدخل على التمبورال ريتنا. يبقى احنا مطلوب مننا نبقى فاهمين ان علاقه الريتنا بالفيجوال فيلد علاقه بالعقل. طيب مواصفات الفيجوال فيلد ده ايه؟ اللي احنا هنقول بقى انه هيبدا يتاثر في الجلوكوما وهيبدا يحصل فيه تشنجز. المواصفات الطبيعيه بالنسبه له ايه؟ بصوا بقى كده معايا. اول حاجه خالص الفيجوال فيلد ده يا جماعه بيتحرك حوالين البوينت اوف ادي البوينت اوف لما نيجي نرسم الفيجوال فيلد نرسم حوالينا ثلاث دوائر. دوائر كاملة زي ما تكون رسمها بالبلد. وكل الدايرة دي 10 درجات و20 درجة و30 درجة. درجات ايه؟ ايه درجات يا جماعة؟ زي درجات المجلة بالظبط. يعني ازاي؟ انت عندك في فويس اوف ستيشن انا باصص عليه، انا باصص قدامي كده مباشرة. يبقى انا لو جيت ارسم خط بين البوينت اوف ستيشن اللي داخل على الفوبيا عندي الخط اللي بيقابله يبقى زي الانا ده كده. تمام؟ النقطه اللي موجوده هنا دي ايه؟ دي في الفيجوال دي. تمام؟ لما تيجي تدخل على عيني هتعمل زاويه مع الخط ده. الزاويه اللي اتكملت كده الزاويه دي بنعبر عنها بالدرجات زي الدرجات بتاعت المنهله بالظبط. نقوم نقول ان مثلا في نقطه في الفيجوال فيلد وقعت على زاويه 10 درجات او زاويه اكبر 20 او زاويه اكبر 30 اللي هي الزاويه اللي بين الخط بتاع النظر. ببساطه احنا بنقول انه واصل بين البوينت اوف ستيشن وبين الفوبيا. والخط الثاني اللي واصل بين النقطه اللي في الفيجوال فيلد بقى وداخل على الريترا. الخطين دول يتقاطعوا مع بعض كده ويعملوا لك الزاويه اللي انا بتكلم عليها اللي هي هنا دي على الرقميه الزاويه دي. ماشي كده؟ يبقى انا عندي نقطه البوينت اوف ستيشن وحواليها ثلاث دوائر 10 درجات 20 درجه 30 درجه. دي الناحيه السوبيريور اللي فوق دي، ودي الناحيه الانفيريور الفيجوال فيلد دي كده الناحيه النيتال، ودي الناحيه التمبرال. الفيجوال فيلد مش في كل النواحي قد بعض. يعني مساحه المنظر اللي انت بتشوفها مش فوق زي تحت زي اليمين زي الشمال، لا
اقصى حدوده في الجزء السوبيريور 50 درجه، يوسع شويه في الميدل يبقى 60 درجه، يوسع شويه في الانفيريور يبقى 70 درجه، هي ماشيه بالتسلسل 50 60 70، يوسع قوي في الجزء التمبرال يوصل 90 درجه. يبقى اوسع جزء في الفيجوال فيجا يا جماعه هو الايه؟ هو التمبرال، تمام؟ واقل حاجه في الفيجوال فيجا هي الايه؟ هي السوبيريور. ليه؟ السوبيريور فيجوال فيجا محدود شويه بالروب بتاع الورد الدم، يعني انت لما بتبص قدامك عينك ما بتبقاش شايفه من فوق كتير علشان الروب بتاع الورد الدم. والفيجوال فيجا التمبرال لازم يبقى اوسع كتير من الميزان. ليه؟ لان الميزان فيجوال فيجا كل عين بتعوضه العين الثانية. يعني أنا دلوقتي لو جيت أقول عين اليمين دي أنا باصص قدامي أهو، يبقى الليزر فيجوال فيجا تعرف الصورة اللي هنا. تمام؟ الصورة اللي هنا دي شايفاها بعين الثانية. فقلت ما تنساش إن أنت في الآخر باصص بعينين اثنين، أنت بتتكلم على عين واحدة، وقلنا إن العين دي ده الليزر بتاعها وده التمبرال، الصورة المحصلة في الآخر أنت باصص بعينين اثنين. يبقى إحنا دلوقتي لو جينا نقول انا باصص بعينيا اليمين على اوبجكت قدامي، الحاجه في الصوره اللي موجوده هنا دي بالنسبه لعين اليمين دي ليزر فيجوال فيلد. مش مطلوب ان الليزر فيجوال فيلد ده يبقى واسع وكبير قوي الناحيه دي، لان الناحيه دي متشافه من العين الثانيه. لكن انت مطلوب ان التمبرال فيجوال فيلد بتاع عين اليمين هو اللي يبقى واسع وكبير قوي كده، لان الناحيه دي مش هتشوفها العين الثانيه. تمام يا جماعه؟ يبقى في النهايه التمبرال فيجوال فيلد بتاع العين اليمين يبقى واسع كده، والتمبرال بتاع الشمال يبقى واسع، يبقى انت شفت المحصله الاجماليه دي كلها. خايفين يا جماعه؟ في النهايه خالص انا بشوف بعينيا الاثنين، دايره النظر او دايره الفيجوال فيلد بتتقطع في العينين الاثنين زي المنظر ده كده. عينين الاثنين مع بعض بيبقوا شايفين الحاجه اللي في الوسط دي هما الاثنين. والعين دي شايفة تمبرال فيلد واسع لوحدها، والعين دي شايفة تمبرال فيلد واسع لوحدها. معايا يا جماعة كده متخيلين الايه؟ المنظر العام ده. الثلاث دوائر اللي أنا حددتهم دول لغاية 30 درجة، دول احنا بنسميهم سنترال فيجوال فيلد. وخلوا بالكم ما نتلخبطش يا جماعة بين كلمتين. في حاجة اسمها سنترال فيجن وسنترال فيجوال فيلد، فرق بينهم كبير خالص. سنترال فيجن أنا بتكلم عن النقطة دي اللي هي تمثل الفانكشن بتاعت نقطة في الريتنا اللي هي الفوبيا. سنترال فيجن بتكلم على نقطة، إنما سنترال فيجوال فيلد أنا بتكلم عن ال 30 درجة سنترال من الفيجوال فيلد. تمام؟ بعد ال 30 درجة سنترال لغاية آخر حدود الفيجوال فيلد دي اللي هنسميها بريفرال فيجوال فيلد. تمام كده؟ طيب الفيجوال فيلد ده كله بالحدود الخارجيه بتاعته دي المفروض ان الضغط واقعه على الريتنا، واقعه على الدايره اللي احنا كنا بنرسمها مع بعض، واقعه كده. معايا؟ الصورة دي كلها وقعت كده. ودي الفوبيا تقابل البوينت اوف فيكسيشن وادي الباقي كله. الريتنا كلها بتشوف كل الصورة اللي انتوا شايفينها دي. فيها فوتو ريسبتور وبتشوف كلها بتشوف ما عدا ايه؟ ما عدا الاوف سيزن. الاوف سيزن احنا فهمنا المرة اللي فاتت اللي هو تجميعة من النيرف فايبر. النيرف فايبر دي ما فيهاش ريسبتور للفيجن. الريسبتور بتاع الفيجن مالي الريتنا بقى كلها كده. لكن دي مجرد النيرف فايبر بس. يبقى الصوره اللي هتقع على الحته دي المفروض ان هي مش هتتشال. انت مش هتبقى شايفها. اوكي يا جماعه كده؟ متخيلين معايا واحده واحده كده مع بعض؟ الصوره صوره الحاجه اللي هي داخله وقعت على الاوبت ديسك دي مش هتتشال. الاوبت ديسك في الاناتومي بالنسبه للفوبيا نيزل ولا تمبرال؟ نيزل. طيب الفوبيا مصابه النقطه دي. يبقى اقابل اوبتيك ديسك نقطة هنا نيزل ولا تمبرال؟ لا تمبرال. مش قلنا علاقة الريتنا بالفيجوال فيلد علاقة ايه؟ بالعكس. انا بص
انا عين اليمين دي الويندو بتتشكل قدامها ايه؟ داخله دايركت على الاوبيا زي الخط ده. تمام؟ الاوبيا بتتشكل عندي في عين اليمين دي فين؟ ليزر الناحيه دي. يبقى الصوره اللي واقع عليه الصوره اللي هنا. جزء من الصوره هنا هو اللي المفروض داخل كده واقع على الاوبيا بتتشكل. الجزء اللي هنا ده المفروض واقع على نقطه. لاين من الريتنا المفروض ان انا ما اقدرش اشوفها. اوكي كده؟ النقطة دي موجودة فين في الفيجوال فيلد؟ موجودة هنا طبعاً على التمبورال تايم تلاقي دايرة سودة أنت ما بتشوفهاش معانا كده اللي هي حاجة اسمها الفلايت مظبوط. أنا دلوقتي بتكلم عن ديزيز؟ لا أنا بتكلم عن نقطة في الريتنا نقطة لاين كلنا المفروض ان هي ما لهاش نظر ما بنشوفهاش. النقطه دي يقابلها جزء في الريتنا على الليزر سايد بتاع الاوبجكت يبقى هي الفيجوال فيلد تقع على التمبورال سايد بتاع الفيجوال فيلد وهي مكاننا في الاناتومي عن السنترال فيجوال فيلد بين دايره ال 10 درجات ودايره ال 20 درجه ودي بنسميها اللاين سبوت. اي حته لاين في الفيجوال فيلد اسميها سكوتوم. كلمة الفوتوما ده ميديكال تيرم كده احنا بنستخدمه. المفروض يا جماعه ان اي جزء هنا شايفين كل الاماكن شايفين الدايره الكبيره اللي مرسومه بالخط الازرق دي المفروض انت عينك شايفها كلها ما عدا الحته الصغيره دي بس. اي حته عاليه ما تجيش متشابه في قلب دايره النظر الكبيره دي اسميها الفوتوما. تمام؟ المفروض ان احنا في عينينا ما عندناش اي فوتوما الا الصغير بالظبط. يعني اي حاجه ثانيه اي كلومه ثانيه هتظهر في الفيجوال فيلد يبقى ده باثولوجي وده ديزيز خاص. تمام؟ مواصفات البلايند سبوت بقى لما اعتبرها الكتوم مواصفاتها ايه؟ بيتقال عليها كام كلمه كده. اول حاجه انها فيزيولوجيكال. انا ما بتكلمش في البلايند سبوت عن ديزيز انا بتكلم عن حاجه هي ظاهره في الفيزيولوجيكال. الحته دي ما فيهاش فوتو ريسبتور في الريتنا انا مش شايفها. دي فيزيولوجي. طيب جميل قوي. اي صوره انا هسال سؤال اي صوره هتقع على الرايند سبوت مش هتتشاف ولا في صور تتشاف وصور لا؟ اي صوره يعني تفرض مثلا تفرض مثلا انا نورت النور ضعيف والضوء الاضاءه الضعيفه اللي انا نورتها دي دخلت على الرايند سبوت فانا ما شفتهاش. افرض انا نورت نور قوي قوي مبهر تتشاف ولا ما تتشافش؟ ما تتشافش. انا ما عنديش اي فوتو ريسبتور هنا. فعلشان كده انا بسميها فيزيولوجيكال ابسوليوت. انا قلت لكم قبل كده كلمه ابسوليوت دي لما بتتقال في اي حاجه يعني ايه؟ يعني توتال لاين حته عاميه خالص. يبقى دي بتتقال ابسوليوت يبقى فيزيولوجيكال ابسوليوت اسكوتوم. تمام؟ السؤال اللي بعد كده انت في حياتك العاديه حاسس بالبراند لا احنا كلنا المفروض مش حاسين بيه. انت ما فيش بقعه سودا الناحيه دي كده انت حاسس انها دايره سودا كده من شخصيتك. ما دام انت مش حاسس بيها دي بتتسمى هتيرم كده بالنسبه لنا نيجاتيف اسكوتوما. الاسكوتوما اللي المريض يحس بيها ويجي للدكتور يشتكي لك منها ويقول لك انا وانا باصص قدامي شايف حاجه سودا كده الناحيه دي يبقى اسمها بوزيتيف اسكوتوما. احنا بنسميها كده. انما الدوايس البوك بيتقال عليها ثلاث كلمات انها فيزيولوجيكال ابسوليوت نيجاتيف اسكوتوم. ابسوليوت دي قلنا معناها ان حصل فيها توتال لوس اوف فيجن ما فيهاش اي نظر. ونيجاتيف معناها ان البيشنت ان اوير اباوت ده الطبيعي خالص. الشخص العادي او مش البيشنت يعني الشخص العادي ان اوير اباوت هو مش حاسس بيه. السؤال ليه هو مش حاسس بيه؟ ليه انا وانت مش حاسين بالموضوع ده؟ تمام ده اول سبب. تمام؟ ان في اوفرلاب يعني انا دلوقتي لما اجي ابص قدامي بعينيا الاثنين كده. اوكي يا جماعه البلايند سبوت بتاعت عين اليمين موجوده هنا كده الناحيه دي. بس النقطه اللي هي تقابل البلايند سبوت بتاعت عين اليمين دي وقعت في الليزر فيس بتاع العين الثانيه، العين الثانيه شايفاه. فهماني؟ وانت في الاخر ما بتبصش بعين واحده، انت في الاخر بتبص في العينين الاثنين، يعني البلايند سبوت وقعت في نقطه الاوفرلاب دي وقعت في مساحه الاوفرلاب دي.
تمام؟ فالبلايند سبوت بتاعك عين بتشوفها العين الثانيه. اوكي كده؟ حطيت النظام قمصت عيني. مبقاش في اوفرلاب اهو انا الفيجوال فيه. هل هقدر اشوف البلايند سبوت؟ بص يا جماعه معظم الناس 90% مننا حتى لو غمضنا عين ومنعنا الاوفرلاب اللي بنتكلم عليه ده ما يقدروش يشوفوا البلايند سبوت. ليه؟ لان العين بتاعتنا هيجي في كام حته في المنهج كده وهنعرف ان هي مقياس ثابته. العين بتاعتنا دي مقياس ثابته زي الحجر كده. لا، لما بنصور العين دي بكاميرات عاليه ونبطئ الصوره تمام نكتشف ان العين عماله تعمل ثابته. العين فيها زي الفاينل زي الوحده. العين دي مقياس ثابته حجر. عارفين ليه العين مقياس ثابته حجر كده؟ عارفين يا جماعه النظريه بتاع الكمبيوتر لو انت ثبتت الشاشه على حاجه يقوم اوتوماتيك كده يطلع السكرين سيفر عمال يتحرك الشاشه لو ثبت عليها صوره معينه تبوظ. عارفين الفكره دي؟ تمام؟ احنا عندنا الفكره دي في غير الحرارة. ما ينفعش عينك تبقى ثابته زي الحجر كده، لا. عشان يحصل كونتينيوس ستيميوليشن للفوتو ريسبتور لازم العين تفضل تتهز. طب الهزه دي هتعمل ايه؟ الهزه دي هتخلي صوره الاوبجكت اللي هنا يقع في جزء من الثانيه على لايف سبوت ما تشوفوش. فالعين تتهز فيقع في جزء الثانيه اللي بعدها على نقطه بتشوف الريتم فتشوفها. بعد كده تتهز العين ثاني ترجع بسرعه على لايف سبوت، تتهز ثالث تقع على نقطه سليمه في الريتم بتشوف. فتكون المحصله في النهايه ان انت ما بتلاحظش البلايند سبوت. تمام كده؟ يبقى سبب ان انا بلاحظش البلايند سبوت الاوفرلاب بتاع الاثنين فيجوال فيلد والفايل اوف سلاتوري موفمنت اوف ذا فلو. العين مالهاش ثابته زي الحجره كده، لا، العين فيها فايل اوف سلاتوري موفمنت. ماشي اوكي كده يا جماعه؟ لا لا الفايبر بقى اكسلريشن ما بقاش بقى الفايبر اللي بكلمك عليها دي مش مضبوطه ما اقدرش اعملها ديتكشن الا زي ما بنصور فيديو بالكاميرات بستاند عاليه وتبطئ الفيلم بقى وتكبر تبص تلاقي العين بتعمل الايه؟ الهزه. لو الهزه دي بقت واضحه قدام الناس كده دخلنا بقى في كاتيجوري الفايبر زي ما احنا شايفين. اوكي يا جماعه كده؟ يبقى ده الجزء اللي هو بتاع الايه؟ الفيجوال فيلم. يعني احنا كده ببساطه لو جينا بنلخص الجلوكوما بصوا كده ضغط العين عالي عمل دامج. الدامج ده انا شفت حاجات على مستوى الاناتومي على مستوى الفراكشر شفت الريتنا النيرف فايبر ديت بدات تقوم وشفت الاوبتيك ديسك حصل فيه تشينجز. طب لما اجي بقى اختبر وظيفه العين بقى النظر ابدا الاحظ ان في مشاكل ظهرت في الفيجوال سي. تمام كده؟ ده المشاكل اللي هتحصل في الجلوكوما. نبدا بقى نشوف الكلام ده تطبيقه ايه على نوع الجلوكوما بقى اللي هنتكلم عليه النهارده. الكرايتيريا خاصه بيها لان هي النوع الوحيد اللي العين بتكبر فيه. انواع الجلوكوما الثانيه كلها بتحصل في سن كبير والعين ما بتكبرش فيها فبنسميها اكوايرد جلوكوما. الجلوكوما بتاع الاطفال بالبلدي كده والجلوكوما بتاعت الكبار. الجلوكوما بتاعت الكبار دول الجسم اللي خانقين جلوكوما برايمري وجلوكوما تكلفه. بصوا خدوا بالكم بقى اي مرض في المنهج كله لما اقول عليه برايمري معناه ان كل العين سليمه ما عدا المشكله دي ما عدا المرض. يعني انا بقول يا جماعه العين دي فيها برايمري جلوكوما
يعني لما افحص كل اجزاء العين تطلع سليمه، اللينس سليمه، الكورنيا سليمه، مفيش اي مشكله خالص، بس هي فيها جلوكوز. طب ولو قلت على العين دي فيها كانزلين، معناها ان في مشكله ثانيه في العين هي اللي عملت المرض اللي بتكلم عنه. يعني مثلا لما نيجي ناخد الكاتاراكت نعرف مثلا ان عدسه العين اللي بتطلع حاجه اسمها الانجيومتر بتكبر، الكبر بتاعها ده يقفل الانجل بتاع الانتيرو تشامبر ويعمل جلوكوم. المشكله دي اساسها الجلوكوم ولا اساسها الليمف؟ يبقى دي اسمها سكندري جلوكوم. تمام؟ لما نيجي مثلا نتكلم واحد عنده ايريدوسايكلايتس مثلا عنده انفلاميشن في الايريدوسايكلي بودي، هنقول ان في استفسارج بيتجمع جوه العين والاستفسارج ده تخين ما يعرفش يطلع من الخروج الصغيره بتاع الانجل اوف انتيرو تشامبر، فالخروج دي بتتسد وتعمل جلوكوما. هل المشكله هنا الجلوكوما ولا المشكله الايريدوسايكلايتس؟ الايريدوسايكلايتس. يبقى كل النماذج دي اسمها سكندري جلوكوما. في مشكله ثانيه وده بينطبق بقى على كل حاجه. احنا هتلاقي عندنا برايمري كونجنتيفايتس وسكندري كونجنتيفايتس، برايمري كورنيال ألسر وسكندري كورنيال ألسر، برايمري ايريدوسايكلايتس وسكندري ايريدوسايكلايتس. هو المفهوم واحد، برايمري جلوكوما كل العين سليمه ما فيهاش الا جلوكوما، سكندري في مشكله ثانيه. السكندري جلوكوما ده بقى يا جماعه بيتقال كل شابتر حسب الحاجه اللي عملتها. لما نيجي نتكلم في الايريدوسايكلايتس هنقول بتعمل سكندري جلوكوما بالميكانيزم ده، لما نتكلم في الدنس هنقول بتعمل سكندري جلوكوما في الميكانيزم ده، فده بيتقال ايه؟ كل حاجه تبع الشطر بتاعها. نيجي على البرايمري جلوكوما. البرايمري جلوكوما دي اكوردنج للحاجه اللي قلناها قبل كده الشاتير جريدنج اوف انجل ويز. لما جينا نشوف قلنا الانجل دي في الاول خالص قلنا حاجه مهمه جدا جدا جدا، فعملنا لها جريدنج سيستم. تمام؟ عشان اشوف الانجل دي مفتوحه ولا مفتوحه قوي قوي زياده عن اللزوم ولا ضيقه ولا مقفوله خالص. قلنا الانجل المفتوحه جريد كام؟ جريد ثلاثه. الانجل الواسعه خالص خالص زياده عن اللزوم دي جريد اربعه دي مش طبيعيه. الانجل الضيقه جريد اثنين وجريد واحد، المقفوله خالص جريد زيرو. تمام؟ يبقى على حسب الجريد سيستم ده قسمنا البرايمري جلوكوما دي لحاجه اسمها برايمري اوبن انجل جلوكوما وبرايمري كلوز اند جلوكوما. الجلوكوما اللي يطلع فيها الانجل جريد ثلاثه جريد ثلاثه، يبقى دي اسميها برايمري اوبن انجل جلوكوما. الانجل الجلوكوما اللي هبص على الانجل فيها بالجريد سيستم والاقي الانجل دائم بقت جريد اثنين او جريد واحد او اتقفلت خالص جريد زيرو بقت برايمري كلوز اند جلوكوما. النورمال فهي اوبن انجل، هي اوبن انجل، انجل نورمال مفتوحة، احنا هنعرف دلوقتي ده بيحصل جلوكوما ليه. تعالى يا جماعة، واحد عنده جلوكوما عملت الشفاف جريدنج ده لقيته جريد ثلاثة، جريد ثلاثة ده الطبيعي. تمام؟ يبقى دي الجلوكوما دي اسمها جلوكوما بس الانجل مفتوحة فيها طبيعية، اوبن انجل جلوكوما. دي الجلوكوما الثانية اللي ايه؟ اللي الانجل مقفول. تمام كده؟ احنا قلنا الكونجنتال والسكن اللي مع الموضوعات بتاعته يبقى باقي الاوبن انجل دي والكلوز انجل. نشوف بقى الاوبن انجل هتلاقي نفسنا قلنا معظم الكلام بتاعها في الايه؟ في الثالث والايه والحاجات اللي شرحناها مع بعض. نمسك بقى الكلام في الكونجنتال كده رايز بقى يا جماعه. اول حاجه خالص الشفير جريدنج ده
بيتم على مستوى الجرام كنفسي بس مش على مستوى الهستوري. يعني انا دلوقتي رقم بالانجل العاديه اللي احنا متعودين عليه كده يا جماعه، انا لما اجي ابص على المسافه بين الايرس ورا والكوريا قدام، المسافه دي هي دي الانجل، دي الانجل على مستوى الجروب اناتومي، على مستوى عينيه، وانت باصص كده بالايه؟ بعمليه البوليوسكوبي اللي احنا شرحناها. لما ببص بعناية الاقي الكوريا بعيده عن الايرس، والاقي نفسي وانا باصص زي ما قلنا كده في الاول شايف لحد الكليرنس بيرز راكب رقم ثلاثه، شفت طبعا مش وان لاين زي ما قلنا واحد، وشفت الترابيكولار مش وشفت الكليرنس بيرز ثلاثه، بقول الانجل دي مفتوحه جريت ثلاثه، بس مفتوحه على مستوى عليا وانا شايف. تمام؟ هو ما ينفعش تبقى الانجل مفتوحه كده بس الخروم الصغيره دي هي اللي مسدوده. ينفع. الانجل دي هي مفتوحه وواسعه قدامك، لما تيجي تفحص العين الانجل واسعه خالص اهي، بس الخروم اللي بيطلع منها بالايكوال دي هي اللي مسدوده. يبقى اللي خلى المركوبه دي تبقى اوبن انجل بس ضغط العين يعمل، ان حصل في الباثولوجي سكليروزس اند ناروينج في ثلاث اماكن. اول حاجه في الخروم بتاع الترابيزونال ريسورد اللي احنا بنسميها بيز اوف كونتانس، الخروم اللي بيطلع منها الايكوال دي، ادي اول مكان. بعد الايكوال ما بيعدي في الخروم بتاع الترابيزونال ريسورد بيدخل على الكنال اوف الشمس، ده المكان الثاني اللي بيحصل فيه سكليروزس اند ناروينج، كنال اوف الشمس. تمام؟ بعد الايكوال ما يدخل الكنال اوف الشمس في الكوليكتور تشالنج اللي شايله من الكنال اوف الشمس وطالعه على الايريس كليرال بين اللي موجوده هنا. يبقى ثالث حاجه في الكوليكتور تشالنج. كل دي حاجات خلوا بالكم هنقدر نشوفها بعينينا بالضبط. لا، الحاجات دي عرفوها منين؟ عرفها من البوست مورتم سيستم. يعني لما بيبقى في مريض احنا عارفين ان عنده جلوكوما وحيرانين مش عارفين ما الانجل مفتوحه قدامنا ايه؟ هو عنده جلوكوما ليه؟ بعد الراجل ده ما مات واتكشف عينيه واتعمل كروز انسكشن واتقطعت واتشافت تحت الميكروسكوب، لقينا كانت الانجل مفتوحه قد كده بس الخروم الصغيره اللي انا عمري ما هقدر اشوفها بعيني، الخروم دي مسدوده. او لما فتحنا السكليره من جوه لقينا الكمان اوبشنين بدل ما هي واسعه لقيناها ضيقه حصل فيها سكليروز. ماشي يا جماعه؟ يبقى ضحيه. يبقى دلوقتي احنا بس بنحط مفهوم في دماغنا، الانجل دي مفتوحه، مفتوحه بس على مستوى الاناتومي، على مستوى الشفير جريدنج، لكن حصل دي وحصل ناروي في الثلاث اماكن دول، في السبيسز اوف كونتانا وفي الكمان اوبشنين وفي الكوليكتور تشانل. طبعا كده واضح ان الايكوال هيتحبس جوه العين وهيبدا ضغط العين يعلى وهنبدا ندخل في سكه الايه؟ الجلوكوميكال دامج اللي احنا بنتكلم عليها دي. تمام؟ دي نشوف الكلينيك ابليكيشن بتاعت الاوبن انجل جلوكوما. عشان نرتب بقى الكلام اللي قلناه الكلينيك زي اي حاجه بتتكلم في السيمتوم أكثر حاجة بتقول الأنجل جلوكوما إن معظم الحالات أتنوج. تقول الأنجل جلوكوما دي يا جماعة عملية بيسموها حرام النظر، لو تسمعوا إيه الإكسبريشن دي بتتسمى كده والدكاترة يقولوا عليها كده، هي فعلا حرام النظر. ليه؟ لان الاسكليروز اند ناروينج اللي انا شرحته في الباثولوجي ده، هل تتوقع ان هو يحصل في يوم وليله؟ يعني المريض نورمال النهارده بكره حصل اسكليروز وناروينج؟ لا، ده باثولوجي بيتم على مدار سنين واحده واحده. واي حاجه بتحصل واحده واحده انت ما بتكسبش. يعني احنا ما بنكسبش غير الحاجه الاكيوت. بص لما ضغط العين في مريض يبقى في الطاقه. ده نورمال خالص. وبعد مثلا شهرين ثلاثة ست شهور حصل شوية سكليروز بقى 17، أنت تفتكر المريض هيكسب حاجة؟ بعد ست شهور كمان بقى 18، بعدها بقى 19.
بعدها ب 2020 23 طلع من الريبز النورمال اهو، بس لانه بيحصل بطريقه تدريجيه المريض ما بيحسش كده. في المريض اللي عنده برايمري اوبن انجل جلوكوما ده تلاقيه ضغط العين يطلع مثلا 30 ده طبعا جلوكوما تمام، والاوبتيك نيرف فايبرز عماله بتموت، بس لان ال 30 دي ما حصلتش فجاه وعماله تحصل على ما اتجمعت وباقي 30 كان عدى على المريض 10 سنين، فالمريض مش حاسس باي حاجه ويجي لك ولا اي حاجه. ده مختلف تماما عن الانجل اللي بتتقفل وتبقى كلوز. الانجل لما تتقفل وتبقى كلوز تعدي ضغط العين مره واحده. الحاجه اللي تعلى مره واحده دي تلاقي المريض جاي لك بيتسرح من وجع. تمام؟ يبقى الاخطر الحاجه اللي انت ما بتحسش بيها اللي هي الاوبن انجل والكوما دي. بتبقى اسيمتوماتيك. لو المريض هيبدا يشتكي بالميديك. ضغط العين بيعلى، ممكن المريض يشتكي من صداع، بس خلي بالك في الحالات دي بتبقى صداع مايل والمريض ما بيحطش بينه وبين عينه، عادي ما كلنا بيجيلنا صداع. تمام كده؟ كلمت كويس ما شربتش شاي الصبح على اي حاجه، المريض ايه ما بيفكرش ان دي تبع عينيه. ممكن المريض يشتكي من ان حصل ديفكت في الفيجوال فيلد. فيجوال فيلد ديفكت. بس الشكوى في الفيجوال فيلد ديفكت عايزه نوعيه خاصه من المرضى، عايزه مريض انتليجنت. احنا يا جماعه كلنا بنلاحظ السنترا فيجن هو اللي لما يحصل فيه اي تغيير بسيط ابدا ان انا اقول لا انا غير ده، لا انا مش شايف. انما الفيجوال فيلد ده لو حاجه منه بقت بهتانه، بقول لك كلنا بنتوزن بسرعه واحده واحده بيبقى بهتان، انت مش حاسس دي اصلا. انت عمرك ما بتبقى اوير في حياتك العاديه للفيجوال فيلد ده. تمام؟ خلي بالك انت استخدامك له استخدام محدود. يعني انت لما يبقى في اوبجكت الناحيه دي انت عمرك ما هتبص الناحيه دي وتبقى شايفه بالفيلد. لو انت قاصد تبص عليه هتحول عينيك عليه ويبقى بالنسبه لك واقع على الفوبيا في السنترال فيلد. تمام؟ فزي ما احنا شايفين ممكن اسيمتوماتيك خالص، ممكن يبقى فيه مايلد هيدك والمريض ما يحسش بيه وما يربطش بينه وبين عينه. ممكن يبقى فيه فيجوال فيلد ديفكت ودي بتبقى موصلي موصل المريض برضه ما بيحسش بيه. تمام؟ الضغط العالي اللي في العين ممكن يعمل بريماتيور ريت بايوبيا. ريت بايوبيا دي يعني ايه؟ يعني حاجه كده موضوع في الايه؟ انا بقوله في الايرور اوف ريفراكشن. لما الشخص اللي بيعدي سن ال 40 يبدا مش قادر يشوف الحاجات القريبه. الناس دول من الضغط اللي عالي شويه جوه العين ده بيضعف بيعمل كومبريشن على السيريالي مصر. يخلي ميكانيزم الريت بايوبيا يحصل في سن بدري، يعني تبص تلاقي واحد عنده 35 سنه المفروض ان ما عندوش اي مشكله في الريت بايوبيا، لا بدا يجي له ريت بايوبيا، فنسميها بريماتيور ريت بايوبيا. اخر حاجه خالص ان يبقى في اسبيت فول سنترال فيجن. اول ما الجلوكوما تبدا تاثر على السنترال فيجن اعرف ان كل الريتنا بتحصل. فاكرين لما قلنا ان النيرف فايبر اللي بتضبط النيرف فايبر دي بتضبط بتسلسل معين، في اخر حاجه بتضبط البابيلو ماكلور باوند قلنا ان منقول عن ايه؟ عن السنترال فيجن. معنى ان السنترال فيجن يبدا يتاثر يبقى العين دي كلها الريتنا دي كلها باظت. خلاص وجه الدور دلوقتي على البابيلو ماكلور باوند. تمام؟ يبقى دي السنترال اللي ممكن للمريض، وزي ما انتم شايفين ما بيبداش المريض يحس السيمبتوم الا في الاخر خالص بعد ما تكون الريتنا ايه؟ باظت. ليه بنشوف بقى الساين اللي احنا هنراجع كلام اللي احنا عمالين نقول فيه ده. فعندنا يا جماعه في البرايمري اوبن انجل جلوكوما الساينز اللي عندنا ثلاث عناوين كبار. اول حاجه اليديتري انترا اوكيولار بريشر، ثاني حاجه اوبتيك تشينج، ثالث حاجه فيجوال فيل تشينج. تمام معايا كده؟ الاوبتيك ديسك تشينج دي قلناها كلها. تمام؟ نيجي على الاليفيتد سنترا اوكيولار بريشر. حطوا بقى دي الكونسبت اللي احنا بنقوله ده. ضغط العين الطبيعي يا جماعه كام؟ الحداشر 21
بنزين تمام. في نقطة معظم الناس ما بتبقاش فاهمها، احنا يا جماعة بنزين ليه؟ أي حاجة تفضل لها ليه؟ ضغط العلم من 11 ل 21. الرمز ده بيجي منين؟ بيجي من إن عملنا سيرفي على مثلا مليون بني آدم سليم. لقينا واحد ضغط العين عنده 11، واحد ثاني ضغط العين 12، واحد 14، واحد 16، واحد 20، واحد 21. جمعنا الداتا دي كلها لقينا الناس النورمال اللي في العالم كله تمام؟ ضغط العين النورمال بتاعهم من 11 ل 21. ده بالنسبه الرقم ده للدنيا كلها للعالم كله. طب لما اجي اطبقه على شخص واحد، كل واحد فيه رقم خاص بيه. المفروض يبقى واقع بين ال 11 وال 21. يعني ايه؟ يعني في مريض، في مريض ضغط عينه 16. من يوم المريض ده، من يوم الانسان ده ما اتولد، هو ضغط عينه 16 وده الطبيعي بتاعه. ال 16 دي مناسبه لعينه، والفايبرز اللي في الريتنال نيرف فايبرز دي بتستحمل الضغط ال 16 وما عندوش مشكله. في واحد تاني ضغط العينه الطبيعي بتاعه 12. هو موجود طول عمره ضغط عينه 12. اوكي كده؟ لما يبدا ضغط العين يعلى بميكانيزم السكليروزس اند نارول كده، بعد 6 شهور، بعد سنه، بعد 2، ال 12 بقت 13، 14، 15، 16، لما يوصل لل 16 ده الطبيعي بتاعنا؟ لا. فاهمين صعوبه تشخيص الجلوكوما في ايه؟ ان لما تقيس ضغط العين لمريض ويطلع في قلب الرينج النورمال، انا مش عارف هل ده النورمال بتاعه ايه تمام؟ ولا هو النورمال بتاعه كان اقل من كده بس بدا الضغط يعلى لحد ما وصل للرقم ده. فاهمين يا جماعه الكونسبت ده؟ يبقى من الكلام اللي انا قلته ينفع اعتمد بس على رقم ضغط العين؟ لا، ما ينفعش خالص اقول ان انا قست ضغط العين لمريض طلع 20، ممكن المريض ده يبقى ضغط عينه 20 ويبقى هو نورمال وما عندوش اي مشكله. وممكن قوي ان المريض ده كان ضغط عينه طول عمره 13 وبدا يحصل مارون والسكليروزس وبدا الضغط يعلى. لما الضغط يعلى وعين المريض ده متعوده والاوبتيك نيرف فايبر متعوده تماما على ضغط 13 وعيني مع الوقت بقى 20، تبدا الاوبتيك نيرف فايبر تموت والضغط 20، ما تقولش ساعتها ان 20 ده واقع في الرينج النورمال، هو نورمال بس بالنسبه لبني ادم ثاني من يوم ما اتولد وضغط عينه 20. لكن بالنسبه لده النورمال بتاعه 13. تمام؟ فعلشان كده ما اقدرش اعتمد على رقم لوحده. امال اقدر اعتمد على ايه؟ في شويه حاجات بقى نعملها نعرف بيها الشخص ده ضغط العين ده هو الطبيعي بتاعه ولا لا؟ طبعا كانت المشكله هتتحل لو ايه؟ لو انت عندك فايل للمريض، لو المريض قلت احنا زي بره، المريض بيعمل كشف دوري على نفسه كل سنه وعنده فايل مثلا متسجل فيه ضغط عينه من 20 سنه فاتت كل سنه بيقيسه، تبدأ الموضوع ده؟ انما انت عندك، انت ما تعرفش ضغط عينك زمان كان ايه ولا تعرف دلوقتي ايه اصلا. تمام يا جماعه؟ فالموضوع ايه؟ بالوهم يعني. فاحنا بنعمل ايه؟ اول حاجه خالص الفيورنا فاريشن اللي احنا قلناه مع بعض. قلنا ضغط العين فرق الصبح عن بالليل المفروض ما ينزلش عن كام؟ 4. هو هنا بيبقى اكثر من 4. دي علامه ان بدات العين تدخل في الجلوكوز. تمام؟ ثاني حاجه الفرق بين العينين المفروض ما ينزلش عن كام؟ 4. هنا بيزيد عن 4. ودي علامة مهمة جدا. شوف يا جماعة لو قست ضغط العين لمريض لقيت عين 13 وعين 20، اوعى تقول رقم 13 في رينج النورمال ورقم 20 في رينج النورمال وعارف، لا، العين ال 20 دي فيها جلوكوز والاوبتيك نيرف فايبر عمالة بتموت. ليه؟ لأن في الطبيعي العينين قريبين من بعض. تمام؟ بس العين دي بدأت تعلى، احنا قلنا مع بعض إن معظم الديزيز اللي في العين باي لاترال بس الفتحة بتاعين قبل الثانية. يعني العينين الاثنين كانوا بادئين دي 13 ودي 13. بس بدأ الراجل ده يجيله جلوكوما وبدأ يتأثر على العين من الأول. فال 13 عجل 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 مع الوقت بقت 20. تمام؟ تيجي تقيس كيف ال 20 دي في رينج النورمال بس العين دي بقى فيها جلوكوما دلوقتي.
تمام؟ يبقى الفرق بين العينين بقى ايه؟ بقى اكبر من اربعه. ثالث حاجه، حاجه اسمها البروبوكيتد بروبوكيتد يعني حاجه ايه؟ حاجه بتتبشر بتتحسن، تمام؟ انت عندك الجلوكوما ما هياش سايبه، عندك في المراحل الاولانيه ضغط العين ممكن يبقى طبيعي من الكلام اللي انا بقوله ده، انت ضغط العين طلع 20 ما هو برنسل طبيعي. طب انا عاوز اعمل ايه؟ اخلي ضغط العين يعلى اكتر عند المريض لو هو عنده جلوكوما. لو حصل سكليروز كولارو اللي العين ما بتعرفش تفرغ الاكوز اللي جواها كويس اعرف والاقي ضغط العين عالي. فاعمل بروبوكيتد عندنا يا جماعه حاجتين كده. فكرتهم واحده اللي هي معتمدين على ايه؟ على ان انا احاول ازود الايكوال سيكريس. خدوا بالك في الاوبن اسيد والكوم يا جماعه اللي انا بتكلم فيها دي انا عندي مشكله في خروج الايكوال من العين، الخروج بقى زي صح كده؟ لو انا جيت زودت كميه السكريشن بتاع الايكوال لجوه العين مش الضغط يعلى قوي، افرض العين دي طبيعيه ما فيهاش حاجه، انت هتزود كميه الايكوال اللي بيبقى تكريت جوه العين وسكه الخروج بالنسبه له ثالثه عادي، فالضغط ما يعلاش قوي. انما لما يبقى سكه الخروج ضيقه وفيها يبقى انا لو زودت الايكوال سكريشن يعلى ضغط العين قوي عن الراجل ده. فزود الايكوال سكريشن ازاي؟ بطريقتين. اول حاجه تدي هنا من اسمه ووتر برينجل بيجيب واحد صايم لمده 12 ساعة فاص انجليشن وسيبته ضغط العين وبعدين ببساطة يشرب لتر مية درينكينج 1 لتر اوف ووتر واستنى ساعة وقفته ضغط العين واحد صايم فاص انجليشن قفته ضغط العين ويشرب لتر مية يستنى ساعة ده وصف التست ببساطة زي ما هو مكتوب عندكم وابدا ايه؟ اقيس ضغط العين تاني الطبيعي ان الضغط يعلى لازم لانك كنت صايم والميه قليله في جسمك كلها فضغطه قليل تمام يعلى بس اقصى عدو له 8 مللي تمام كده هلاقي يعلى اكثر من 8 اكثر من 8 بكتير تمام لو انت عايز تعمل والعيال صايم وميه ومش عارف ايه الست الثاني اللي هو اسمه بريسكو دي البريسكولين ده دواء احنا بنجيب قرنه ونحقن البريسكولين ده سبكونتنتايفر يعني انا عندي في العين اهي بنغطيها بالايه بالكونتنتايفر وسيلو كبسول انت بتجيب الدواء ده وتدخل بالحقنه كده على حاجه سهله خالص هنشوفها كتير ونحقن الدواء هنا البريسكولين ده ايه؟ البريسكولين ده برضه فايليشن قوي تمام كده؟ لما يعمل برضه فايليشن الارض اللي مسؤوله عن ان هي تتفلتر وتنزل الايكوال هي السيليا الارتس اللي موجود هنا تمام كده فهتلاقي في زياده كبيره في الايكوال تمام لما يزيد الايكوال تدريجا اكيد انا بقى ضغط العين الاول وبعدين احقن الكوليسترول واستنى ساعه واشوف ضغط العين حصل له ايه تمام هلاقي ضغط العين بيعلى اكثر من 10 مللي ماشي كده؟ يبقى دي كلها يا جماعه كلها خدوا بالكم في اختبارات انا بعملها تحت عنوان الاليفيتد انتر بريشر ده وبعملها دي علشان المعضله اللي قلناها في الاول علشان الرقم المجرد بتاع ضغط العين ممكن ما يدلنيش المريض عنده جلوكوما ولا لا. انا فعلا لو جبت ضغط العين لمريض لقيته 20 انا ما ببقاش عارف هو عنده جلوكوما ولا لا انا ما اعرفش تمام؟ فبنعمل ده شوية اختبارات كده استدل بيه، اشوف الفرق بين الصبح وبالليل، اشوف الفرق بين العين اليمين والشمال، اعمل الايه الاختبار ده واشوف الضغط يعلى بمعدل قد ايه؟ فاهمين يا جماعه الكلام ده؟ اخر حاجه خالص حاجه اسمها كرونوجرام. البريسكولين ده يا جماعه ماده وبرضه زي الليل. بعمل صف والانتايمنت انجكشن اوف بريسكولين. البريسكولين ده ماده برضه زي الليل. بتعمل انكريز ايكوال سكريشن ما هو الاثنين التست معتمدين على فكره واحده ان انا بزود الايكوال سكريشن والاثنين التست الميكانيزم بتاعهم واحد بقيس ضغط العين الاول واعمل حاجه وبعدين استنى ساعه واقيس ضغط العين ثاني تمام؟
كده الحاجة دي انه بيسرم بيسرم مية الى الحاجة دي انا حقن 10 ميلي جرام من الانسولين او مش مشكلة في الكرة عادية مش عندها الانسولين في نمو مثل الناس الأخرطانة في الكلام الأخرطانة دي على بيتها بإذن الله هتبقى دلوقتي عن طلاب بيتها هي الكلام الأخرطانة دي طلاب بيتها حتى لو بيتها تطلع عن الكلام الأخرطانة وانا هتبقى كل مكان مش كلام تعبرية عشرة بوليد لا من طلاب بيتها الكلام الأخرطانة دي طلاب بيتها دي تدوير هو اللي هو اللي هو اللي طلاب بيتها المفروض الطبيعي يعني ان اي حد انت بتبص له بطل على الفنجر اول ما الاقي بدا يشيل تحصل في الاوبتيك ده المفروض ان ابدا اعمل الاختبارات دي واشوف الراجل ده عنده جلوكوما ولا لا تمام كده الريتنال نيرف احنا بنشوف على الجهاز تمام احيانا الاقي فيها ديفكت الاقي شويه نيرف فايبر كده حصلت حصلت في طلع فايبر زي دي المفروض ان انا ابدا اعمل بقى الاختبارات والانفستيجيشن دي كلها تمام يا جماعه كده ده الفرق اللي بيعمله اخر حاجه هنا بحيث ان الاليفيتر تطلع اكتر مش عشان اسمها كولوجرا كلمة الكولوجرافي ده يا جماعة معناها كالكيوليشن اوف ذا ريل انبوت اوت فلو فروم ذا هارت. أنا بعمل حسبة بعرف بيها الريل اوف انبوت اوت فلو يعني قد ايه من الانبوت بيطلع في الدقيقة. كام من 100 من المللي بيطلع كل دقيقة أو كل ساعة أنا عايز أحسب الريل. إحنا مطلوب مننا هنا إن أنا أعرف الفكرة ببساطة يا جماعة العيان بيبقى نايم نايم على ظهره كده وفي الجهاز اللي أنا بقيت له لقط العين اللي هو اسمه تورميزر. التورميزر العادي حاجة أنا ببقى مسجل فيه كده بقيت لقط العين بيها مرة وخلاص لكن ده لا ده الكترونيك تورميزر جهاز واصل على بقى الكمبيوتر وبيعمل معادلات وحسابات قصة كده إيه ملعبكة شوية. الجهاز ده أنا عايزك تعرف إيه؟ ان هو بياخد قياس كل ربع دقيقه لمده 4 دقائق بياخد 16 ريدنج تمام هو بيتثبت على العين كده المريض نايم وبنبقى احنا فاتحين له عينيه والجهاز بيتثبت كده على العين هو الجهاز اوتوماتيك بيضغط على عينه الضغطه بتاعته وياخد قياس لضغط العين كل ربع دقيقه وبيقعد على العين 4 دقائق يبقى بياخد 16 ايه 16 قياس هو الجهاز ده بقى بياخد القرايات دي تطلع على الكمبيوتر يحسب الكمبيوتر الحسبه بتاعته والمعادلات والقصه المتعبكه دي مش موضوعنا المهم الاقيه طالع لي في الاخر برقم يقول لي مثلا الريت اوف ايكوال او سلو او اوف ذا اي مثلا 5 مثلا من 1000 ملي بير ملي مثلا ادي الريت اهو يعني بيطلع 5 من 1000 ملي لتر في كل دقيقه بيخرجوا من الايه طبعا الريت ده هيعرفني بكل نقطة الراجل اللي عامل جلوكوما ولا لا؟ وانا بتكلم كلها على معدل خروج الرسم ده. ماشي كده؟ يبقى في اربع حاجات اهو بكتبهم تحت عنوان اليفيتد انتر اوكيلار بريشر يبقى العنوان ده خلصناه والاوبتيك جيفت تشينجز خلصناه نشوف الفيجوال فيلد تشينجز اللي بتحصل في الجلوكوما. عندي فوق لحد 50 درجة وعندي نيزل أوسع شوية 60 وعندي انفيزيور أوسع شوية 70 وعندي السنترال اللي واسع قوي لغاية 90 درجة.
ادي الحدود الفيديو والفيل زي ما احنا رسمنا. التشنجز اللي بتحصل في الفيديو والفيل في تشنجز هتحصل في السنترال فيل وحاجات في البريفرال فيل. انهي الاهم؟ السنترال فيل. يبقى احنا عندنا السنترال ده اول حاجه السنترال فيديو والفيل تشنجز في الجلوكوما مالها؟ هي الايرلي تشنجز هي اللي بتحصل بدري وبالتالي هي الاولد دايجنوستيك ان جلوكوما. تمام؟ خلوا بالكم كل الحاجات الايرلي اللي بقول لكم عليها دي هي اللي بتتجمع في الاخر في سؤال الايرلي ديتكشن اوف جلوكوما. يعني انا لو اقول لك انا هعمل ايرلي ديتكشن اوف جلوكوما اول حاجه خالص واهم حاجه الاو دي دي. طب افرض الاو دي دي ده مش افيلابل الجهاز ده مش موجود في كل حته ابدا اشوف الفيجوال فيلد واشوف الايرلي ديتكشن اللي بتحصل في السنترال. طبعا واضح من الرسمه دي الناحيه النيزل في نهايه الناحيه السنترال عندنا في الناحيه السنترال هنا الفيزيولوجيكال بلايند سبوت ده الفيجوال فيلد الطبيعي اللي احنا لما نقيسه تطلع لنا الرسمه دي شبه اللي كده. لا انا بستعمل له ايه؟ في فرق كبير خالص يا جماعه في السنترال فيجن وسنترال فيجوال فيلد. السنترال فيجن يعني النقطه دي ما بتتاثرش خالص الا فيري ليه؟ انا بتكلم عن الفيلد اللي حواليك 30 درجة السبب. لما نيجي بقى نجمع كده نقول الفيجوال فيل شينجز أول حاجة تحصل شينجز إن سنترال فيل. أول حاجة يا جماعة خالص البلايند سبوت دي بتكبر بيحصل المنظر بصوا كده بيحصل المنظر اللي احنا ايه بنرسمه ده مش الدايره دي يا جماعه هي دايره 30 درجه تمام كده. لو انا جيت قلت لك ارسم لي بالقلم حدود السنترال فيلد كده هتعلم بالقلم على الدايره دي كلها. اللي بيحصل يا جماعه ان الجزء ده بيتود كله مع اللاين سبوت. يعني اللاين سبوت بدل ما كان حته سوداء حته سلايد المريض مش شايفها بقت حته كبيره خالص حواليها والبلايند سبوت غرق البوسطه. المنظر ده هو اللي بنسميه حاجه اسمها بيرنج اوف بلايند سبوت. البيرنج اوف بلايند سبوت ده عشان هو مكتوب ملعبك في الكتب كده ايه البيرنج ده؟ بيرنج يعني ايه اصلا؟ البيرنج دي كلمه كده معناها حاجه بيرنج حاجه كده بتبقى قصيه ده البيرنج اوف بلايند سبوت. القصيه دي واحنا مش قلنا يا جماعه ان انا حتى لو غطيت عين وغطيت بواحده بس ما بقدرش اشوف البلايند سبوت علشان ايه؟ علشان الفايل اوستلاتوري موفمنت اللي بتوقع الصوره على النورمال ريتنا اللي حوالين الاوبتيك سيرك فبشوفها. يعني معنى كده ببساطه ان البلايند سبوت دي كانت مثاليه وكانت متغطيه بتاثير النورمال ريتنا اللي حواليها. صح؟ لما النورمال ريتنا اللي حواليها دي برضه اتاثرت في الجلوكوما. الغطا اللي كان مغطي البلايند سبوت ده انكشف فبدات اشوفها. هيبدا المريض دلوقتي زي ما كانت حته صغيره في الاول المريض مش واخد باله منها كان بيقول نيجاتيف الجلوكوما. لا هيبدا المريض دلوقتي يقول لك في حته سوداء انا شايفها من حياتي كده. تمام كده؟ فعلشان كده هتلاقي بيتقال ان البيرنج اوف لايند سبوت ده اكثر من صوره بقى في الكتب. تلاقي مكتوب انلارجمنت اوف لايند سبوت. عشان نفهم الكلام اللي ايه اللي مكتوب او اللي اي حد هيقوله لك يعني. انلارجمنت اوف لايند سبوت زي ما انتم شايفين بدل ما كانت حته سودا صغيره كبرت قوي. او تلاقي مكتوب في الكتب ايه؟ لوكالايز كونتراكشن اوف ذا تمبورال ايدج اوف سنترال فيلد. فاكرين الجملة دي؟ هي تعبير اللي أنا إيه كتبته هنا، بتقول إيه؟ localized contraction of the temporal edge of central field، مش central field أهو، مش ده التemporal edge بتاع central field، المفروض إن التemporal edge بتاع central field ده مكانه هنا، مكان القلم ده، تمام؟ دلوقتي بقى مكانه فين؟ مكانه هنا. فهي حدود التemporal field دلوقتي اللي المريض شايفه هو إيه؟ لو قلت لك المريض ده كيف السنترال فيلد بتاعه؟
قبل ما يحصل مشكله كانت حدود السنترال فيلد هي دايره ال 30. طب بعد ما حصلت المشكله بقت حدود السنترال فيلد هي الخط الاحمر ده كده. صح يا جماعه؟ الايدج ده بتاع السنترال فيلد اللي هو السنترال فيلد ده اللي جوه حصل له لوكالايز كونتراكشن، يبقى ده التعبير الثاني اللي عليها لوكالايز كونتراكشن اوف سنترال ايدج اوف سنترال فيلد. تمام؟ هتلاقي مكتوب عندك في الكتاب ايه برضه؟ هتلاقي مكتوب اكسكلوجن of blind box from central view. يعني ايه؟ exclusion يعني ايه؟ يعني شكله بيقول يا جماعه ان حدود السنترال فيلد في الاول كانت دايره ال 30 كلها، لما كانت حدود السنترال فيلد في الاول لغايه هنا البلايند سبوت دي مش هي جوه السنترال فيلد، لما بقت حدود السنترال فيلد كده البلايند سبوت مالها؟ طلع بره خلاص. فطلع اكتب سوشن فروم سنترال. يبقى هتلاقي مكتوب عندك يا جماعه ان البيرنج اوف بلايند سبوت ده هتلاقي مكتوب عليه ايه؟ ان حصل هتلاقي مكتوب اكتب سوشن اوف بلايند سبوت فروم سنترال فيلد ديو تو لوكالايز كونتراكشن اوف ذا تمبرال ايدج اوف سنترال فيلد في خلال اللي حصل على الرسمه، ودول اللي ادوا في الاخر للانلارجمنت اوف بلايند سبوت. بدل ما كانت نيجاتيف الكتومة اللي هي في الطبيعي كانت نيجاتيف الكتومة والمريض مش شايفها، هتبقى في الوقت ده موقف الكتومة والمريض هيشوفها. تمام كده؟ ادي اول حاجة بيري اوف بلايند سبوت. طيب الحاجة الثانية، خلوا بالكم يا جماعة ان الشينجز اللي انا بقولها في الفيجوال فيلد مش لازم ان هي تحصل بنفس التسلسل بتاعها من كل المرضى، ما هياش طنطة واحدة يعني. يعني ممكن المريض ده يبدا عنده دي او مريض ثاني يبدا عنده الحاجه الثانيه اللي هنقولها، يعني عشان ما تفكروش ان الكلام ايه متعارض مع بعض. الحاجه الثانيه اللي ممكن تحصل ان البرايد سبوت موجوده كده في الاول، ممكن ما تتوجهش الحته اللي حواليها دي كلها، ممكن يحصل ايه؟ ممكن بالسبوت اكستنشن كده من فوق او اكستنشن جنب تحت. خد بالك من او دي، ما ينفعش السنتر فوق وتحت. ليه؟ عندنا يا جماعه قاعده مهمه جدا لتوزيع الريفرال نيرف فايبر. واخدين بالكم؟ ادي نقطه الديسك كده، بصوا كده. قلنا ادي المكنة ودي ما بينه مكنة باندل، ودي الارض والفايبر اللي احنا قلنا بتتاثر الاول في الجلوكوز. فاكرين القصه دي؟ هنبني عليها كلام رجع. اخر فايبر بتتاثر في الجلوكوز هي ما بينه مكنة باندل. واول فايبر تنضرب وتبص في الجلوكوما هي الارض والفايبر اللي لفه من فوق ولفه من تحت حوالين الدبل وراجل الرمل. صح كده؟ القاعده المهمه قوي في توزيع الريتم من الفايبر ان انا لو رسمت خط هوريزونتال كده يقسم الفندق نص فوق ونص تحت قد بعض، الاقي ان الريتم نير فايبر مالها ضم كروس هوريزونتال ميد فايبر اللي انا رسمه. يستحيل احنا دي توزيعه في التناسل، يستحيل ان نيرف فايبر يعمل كروس الجلال. يعني ايه يا جماعه؟ مش احنا قلنا كانت بدايه الموضوع ان انا عندي حاجه اسمها ريتنال جانجليون سيل، ودي طالع منها الكاتروم بتاعها اللي احنا بنسميه النيرف فايبر، وحكينا القصه بتاعته بيخرج من العين ازاي والكلام ده. ده اللي قلناه. لو السيل موجوده هنا في البودي ما ينفعش ويستحيل ان الاكسون بتاعها يطلع كده. ما ينفعش يعمل كروس من الهورزونتال ميد لاين، لا. ما دام هي موجوده تحت الميد لاين يبقى هو هيمشي من تحت. او فوق الميد لاين يمشي من فوق، فاهمين القاعده دي؟ طب الحاجه الثانيه، الريتنال نيرف فايبر ما بتبص كلها مع بعض، لا بتبص بتسلسل بترتيب. فتلاقي اللي فوق يبص او اللي تحت يبص، يعني هتلاقي يا اما حته تودد فوق البلايند سبوت كده او تلاقيها بالعكس الحته دي تحت. دي بنسميها رقم اثنين، بنسميها سيدن سكوتوما.
يبقى السيده الكتومه دي عباره يا جماعه عن ايه؟ عن اكستنشن من الدرايند سبوت في نفس السايز بتاعها بين دايره ال 10 درجات ودايره ال 20 درجه. البلايند سبوت الطبيعيه موجوده مكانها في السنترال فيل على السنترال سايد اون ذا بوينت اوف ستيشن بين دايره ال 10 درجات ودايره ال 20 درجه. البلايند سبوت دي الاقي حضرتك اكستنشن اب اور داون، ما ينفعش اب اند داون، ما ينفعش. ما ينفعش تكبر للاثنين، لان معنى انها تفرق للاثنين ان الفايبرز دي انضربت والفايبرز دي انضربت، وهما ما بيضربوش بوقت واحد ابدا، لازم واحده وبعدها الثانيه. فالاقي ظهر لها زي ديش كده طالع يا اما فوق يا اما تحت. ده اللي بيفيدك الكتب. ما انت قلت في الاول ايه؟ مش لازم الحاجات دي تحصل بنفس الترتيب ومش لازم كلها مع بعض. يعني ممكن الاقي البيرنج وما الاقيش السيزر الكتومه دي، وممكن ما يحصلش البيرنج خالص وتظهر عنده السيزر الكتومه دي. تمام كده؟ بعد شويه قالوا بس يا جماعه ما يعملش في الكلوكوما في الثلاث بين دايره ال 10 درجات وال 20 درجه. بعد شويه تلاقي المريض ده لو انت ما عالجتوش والنيرف فايبر عماله بتموت، تلاقي ظهرت السكوتومه هنا وظهرت السكوتومه هنا مثلا وظهرت السكوتومه هنا. كل السكوتومه اللي بتظهر بين ال 10 درجات وال 20 درجه. صح كده يا جماعه؟ دي نسميها رقم ثلاثه بارا سنترال سكوتوما. بارا سنترال يعني ايه؟ يعني حوالين السنترال فيجن. السنترال فيجن اهو والسكوتوما دي حواليه. كده احنا كاننا ماشيين يا جماعه مع مريض وبنتخيل ان ده مريض جلوكوما واحنا ما بنعالجوش. وكل ما يعدي عليه فتره كل ما تحط النيرف فايبر يموت منها عدد المليون و200,000 فايبر اللي موجودين في كل عين، كل يوم عمال يموت منهم شويه. فلما تيجي ايه؟ تسيب الحاله بروجريسف تبدا تظهر الاجزاء السوداء اللي انا بقولها دي بارا سنترال اسكوتوما. المريض ده برضه ما بنعالجوش، تظهر بارا سنترال اسكوتوما تاني هنا وهنا وهنا. تلاقي الاسكوتوما لحمت في بعضها وبقت واصله السيد الاسكوتوما وبين بلاين سبوت. الاقي عندي اسكوتوما واحده كبيره لفه بين دايره 10 درجات و20 درجه وكونتينيوس مع البلاين سبوت. دي مسميها علشان شكلها كده ارجل اسكوتوما. يبقى الارجل اسكوتوما دي عباره عن مالتيبل بره سنتر الاسكوتوما. فطلعها فيوجن وزيت اذر وبقت كونتينيوس وسط بلاين سبوت. تمام؟ اشمعنى الاسكوتوما ماشيه بالشكل الارسنال ده؟ لان الفايبر اللي بتدوس في الاول دي هي ايه؟ هي الارسنال ده ايه؟ ما هي دي يا جماعه اول حاجات بتدوس في الجلوكوما الارض والفايبر والنيرف سيست اللي هنا دي. تمام؟ فاول ما يبدا يظهر للفيكس في الفيجوال دي ياخد شكل الفايبر اللي بره في الريكو. معايا كده؟ فتبص تلاقي ظهر يبقى البلايند سبوت كبرت شويه لقى سيد الاسكوتوما او بيرنج. بعد كده بقى في كام واحده من المطورين كده بارا سنتر الاسكوتوما. كام واحده من المطورين كبروا وحصل فيوجن مع بعض وبقت اسكوتوما واحده زي الفوت كده بقى اسمها اركوس اسكوتوما. تمام؟ الاركوس اسكوتوما دي كلها على ناحيه واحده يا اما فوق يا اما تحت، ما بيبوظوش مع بعض. طيب انت تفشل المريض ده ما عالجتوش. فاضل الاركوس فايبر ده اللي فوق، جه الدور على الاركوس فايبر اللي تحت. يحصل بقى نفس الموتور اللي تحت وتلاقي حصل اكستنشن وبارا سنترال واركوس ثانيه فوق لحمت مع الثانيه. فبقت السكوتوما في الوقت ده اسمها انيولار سكوتوما. بقت بقى دايره كامله حلقه لفه حوالين البوينت اوف اكستنشن بين دايره ال 10 درجات ودايره ال 20 درجه. بقت اسمها انيولار سكوتوما. كل الخمس حاجات اللي بيحصلوا في السنترال دي البلايند سبوت بيحصل لها الاول حاجه من الاثنين، يا البيرنج الكبير اللي قلت عليه يا الديل اللي بيطلع لها اسمه ديزل الكوتوم. بعد كده امسك بين دايره 10 درجات و20 درجه يحصل بارا سنترال الكوتوم تشحن مع بعضها على ناحيه، كل اللي بيموت بيبقى في ناحيه واحده، فبتعمل ارض الكوتوم. بعد شويه يتكون ارض من فوق وارض من تحت يبقى اسمها انجولار الكوتوم. دي التشنجز بتاعت السنترال فين. هنفترض ان انا لسه ما بعالجش المريض، تبدا التشنجز تحصل في السنترال فين. النظام
معايا كده يا جماعه ولا في مشكله في الكلام ده الاول؟ هنيجي هنا بقى على الديبندنس ان ريفرال ريشيو. اول حاجه خالص عندنا هديه الاستيج او بتسمى باسم الراجل اللي وصفها بالكذب روليت هي بالنسبه يا جماعه ليزر ستيب يبقى موجوده في اي جيل في البريفرال جيل في الناحيه الليزر هنا بعد ما عديت ال 30 درجه في الحته دي ده ايه؟ ده ليزر ستيب. دي على فكره يا جماعه بيبقى فيها بعض الاختلافات وبعض الكتب بس دي قليله ممكن او بعض الناس القليلين بيقولوا ان وصف الحته دي بس فيها خلاف كده ان فيها وصف انها سنترال جيل. لا هي الصح يا جماعه انها في البريفرال جيل. يعني معظم الناس هتلاقيها بتقول لك ان الليزر ستيب دي في البريفرال جيل. بصوا كده انا عندي قاعده، انا عندي قاعده بتقول ان اللي بيبص الريترا اللي فوق الكوتوبر ميد لاين ينفع انما اللي بيبص الاثنين مع بعض. فهلاقي عندي الكوتوبر تظهر هنا شكلها كده بيظهر شكلها كده بالظهر. شايفين في عدد زي الدرجه كده تمام؟ والان اللي بيبص يا اما اللي فوق يا اما اللي تحت فالكرايتيريا الاساسيه اللي فيها ان لها هوريزونتال ستريت بوردر. يعني بصوا يا جماعه ما ينفعش الاسكوتوما تبقى واحده اللي فوق واللي تحت كده ومعديه من اللاين، ما ينفعش يظهر المنظر ده لان ده بيبوظ يا اللي فوق الاول يا اللي تحت. فهلاقي عندي شكل من الاثنين يا اما كده يا اما كده. لما الاثنين مع بعض يظهروا لا. ده اللي احنا بنسميه ليزر ستيب. الحته دي تودي. الصفة الأساسية اللي بتميز الليزر ستيب إن لها ستيب هوريزونتال بوردر. بس يا جماعة معايا كده؟ أنت ما عرفتش المريض. ألاقي حدود السنترال ستيب الطبيعية واصلة لحد كام درجة؟ 60 درجة صح كده؟ ألاقيها تاني. يعني بقى السنترال ستيب ده عمل إيه؟ النيزل دي ده عمل سائل بدل ما العين كانت بتشوف مساحه رؤيه لغايه هنا زادت شويه ودخلت فاسمها رقم 2 نيزل كونتراكشن. النيزل دي بدايه سبت المريض وما عرفتوش الكونتراكشن ده مش هيبقى في النيزل دي ده بس لا هيجي اثر كمان على السوبيريور فيل وياثر على الانفيريور ويأثر على التمبر يبقى مساحة النظر اللي العين بتشوفها زادت فاسمها رقم ثلاثة كونسنتريك من كل الاتجاهات كونسنتريك كونسنتريك. دي درجة يا جماعة عمال بيحصل ايه في العين؟ دايرة النظر دايرة النظر عمالة تضيع بس خدوا بالكم في أول ما بتبدأ ترجع من الناحية دي الميزة بتظهر في السودة في الناحية الميزة اللي اسمها ميزة الستيب وبعد شويه يبدا كل اللي تحت الليزر تدخل لجوه بقى اسمها ليزر كونتراكشن. بعد شويه يبقى توجيه كونتراكشن وانتيريور وتمبر يبقى العين دي كانت شايفه دايره نظر كبيره عماله تظهر بقى اسمها كونسنتريك كونتراكشن. تخيل بقى معايا كده المريض ده انت ما بتعالجوش الكونسنتريك كونتراكشن عمال يبدا 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 بقت اقصى حدود للفين بقت مع الاربط السكوتوم مع الانيولار السكوتوم. بقى المريض ده شايف ايه؟ شايف البوينت اوف فيكسيشن وحواليها 10 درجات دايرة ال 10 درجات. ده المنظر اللي احنا بنسميه يوبيوما فيجن اللي هو المنظر ده ان انت المريض بيبقى كانه عامل تيوب وباصص منها كده كل الفيلد داير ما يدور ضاع وانت ما انتش شايف غير البوينت اوف فيكسيشن ودايرة ال 10 درجات اللي حواليك. خلوا بالكم لما يوصل المريض لمرحلة تيوبيولار فيشن دي الريترا كلها باظت. لكن على الرغم من كده ستيل لو تشتروا النظر يطلع حس على وشك. مشكلة الجلوكوما فين؟ وصل المريض ده لمرحلة الريترا خلاص 90% منها باظت. بقى المريض ده شايف تيوبيولار فيشن يعني شايف كده بالظبط. كده كل اللي حواليه ده هو مش شايف اي حاجة، مش شايف الحاجة اللي قدامه مش شايفها. بس المشكلة مهما يكون النظر يطلع بس على تمام؟ لو افترضنا لو افترضنا ان المريض وصل للمرحلة دي وما عرفتوش هيجي الصورة على مين؟
عقلت الرفيشن والدليل ومحل للبندل بتاعتها تبدأ تبوظ والعين دي تبقى دخلت تبوظ والأوربيتال تقصي على طول. ده آخر حاجة بس يا جماعة معايا كده تفتح تاني طب